تعطينا بالمشاركة رجاءً يعني. طيب يعطيكم العافية جميعاً واللي فاتوا معنا هلا إحنا بدأنا نشرح بشابتر الأنتي إنفكتيف دراج. للأسف الثلاثاء الماضي صراحة كان عندي مشكلة بالجهاز كتير بطيء فما زبط أعطيكم المحاضرة، هي نازل تسجيلها فبدياكم تسمعوا آخر محاضرة بالفصل، راح تكون هي نوعاً ما قصيرة، فاللي بيكون عنده أي سؤال يسألني فيها. أوكي اليوم راح نكمل جزء من الأنتي إنفكتيف دراج، بيضل علينا جزء بيكون يوم الأحد اللي بعد العيد، والثلاثاء بناخذ آخر إشي اللي هو الأنتي إنفلاماتوري دراج. الأنتي إنفكتيف دراج اللي بيشتغل على البكتيريا والديدان والفنجاي الفطريات نوعا ما هو طويل، فبدكم تدرسوا أول بأول أحسن لكم. فإن زي ما حكينا رح نكمل الأدوية اللي هي الأنتي إنفكتيف دراج. لما شرحنا الانتي انفكتيف دراج بنشرحناهم بناء على الميكانيزم اوف اكشن، يعني اول محاضره شرحنا انترودكشن، بعدين حكينا عن مجموعه الانتيبيوتيك اللي بتعمل انهيبيشن اوف سيل وول سينثيسيس، يعني مجموعه الانتيبيوتيك اللي بتمنع تصنيع السيل وول جدار الخليه بالبكتيريا. المحاضرة الثانية حكينا عن مجموعة أدوية آسفة تمنع البكتيريا عن طريق أنها بتمنع البروتين سينثيسيس، بتمنع تصنيع البروتينات جوا البكتيريا، وكمان عن مجموعة من الأنتيبيوتيك مضادات حيوية بتشتغل آز أنتي ميتابولايت، يعني مجموعة بتمنع العمليات الحيوية بالبكتيريا. المجموعة اللي رح نحكي عنهم اليوم اللي هو بنحكي عنهم inhibitors of nucleic acid function or synthesis، يعني في عندي مجموعة من الأنتيبيوتيك بتشتغل عن طريق انها بتمنع النيوكليك اسيد اللي هي دخلها بالدي ان اي والار ان اي اللي موجوده بالبكتيريا. فاذا هاي رابع مجموعه بتشتغل على البكتيريا اللي بنحكي لهم انهيبيتورز اوف نيوكليك اسيد فانكشن اور سينثيسيس. هاي الادويه بتشتغل بيكوز ذي انترفير وذ ذا بكتيريال انزايم دي ان اي جايريز اند توبو ايزوميريز اي في، يعني انا البكتيريا فيها انزيمات واحد اسمه دي ان اي جايريز وفيها كمان انزيم اسمه توبو ايزوميريز 4. هذول الانزيمات مسؤولات عن الريبليكيشن اوف بكتيريال دي ان اي، مسؤولات حتى الدي ان اي تبع البكتيريا ايش يصير فيه يتكاثر. حكوا طب احنا بنصنع دواء بيمنع انهبيشن لهاي الانزيمات، لما بمنع هاي الانزيمات أنا فعلياً رح أمنع أنه يصير لها ريبليكيشن، رح أمنع أنه يصير لها تكاثر، فبالتالي رح أمنع أنه البكتيريا تتكاثر جوا الجسم. فهاي عندي هون البكتيريا الـ DNA كيف بيشتغل بتكاثر أو آسف بتضاعف، خلينا نحكي في عندي هاي إنزيم الجايريز، هذا إنزيم الجايريز بنشوف أنه أنا هون كان عندي فقط 2 strands، يعني كان في عندي سلسلتين من الـ DNA، هون تنفصل كل سلسلة لحالها والجايريز خلى كل سلسلة تعمل سلسلة معاها، فصار عندي الدي ان اي ريبليكيتد يعني صار مضاعف. اهم مجموعة من الادوية بتمثل هاي الميكانيزم اوف اكشن ومهم جدا رح تمر معكم بالمستشفى نحكي عنهم الكوينيلونز. الكوينيلونز يعتبر امبوتنت بكتيريا سايدل برود سبيكترم انتيبيوتيك. المحاضره الاولى حكينا شو الفرق بين بكتيريا سايدل وبكتيريوستاتيك. لما بحكي عن انتيبيوتيك مضاد حيوي بكتيريا سايدل يعني هذا بيقتل البكتيريا، البكتيريوستاتيك هذا بيوقف نمو البكتيريا. فالكوينيلون يعتبر بكتيريا سايدل برود سبيكترم، برود سبيكترم يعني مجال شغله وسيع. برود سبيكترم يعني حكينا البكتيريا في منها جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف، هذول كمان بيشتغلون على جرام نيجاتيف بكتيريا اللي هن صعب انهن يتعالجن. فهذول الكوينيلون بنقسمن لفور جينيريشن لاربع اجيال بناء على انواع البكتيريا اللي بتشتغل عليها. فالفيرست جينيريشن بيمثلها دواء وما بنستخدم كثير حاليا اسمه النيديكسيك اسيد، يعتبر نارو سبيكترم اوف سكسسبل اورجانيزم، يعني بيشتغل على مجموعه صغيره من البكتيريا. السكند جينيريشن بيشمل او بيشتغل على الايروبيك جرام نيجاتيف اتابيك البكتيريا، حكينا البكتيريا بتنقسم لجرام نيجاتيف وجرام بوزيتيف بناء على استجابتها لصبغه معينه مصبوغه فيها اللي هي الجرام ستين، وبناء على كيف السيل وول تبعها. وبتنقسم كمان البكتيريا لايروبيك وانيروبيك، هوائيه ولا هوائيه. ايروبيك يعني هي البكتيريا الهوائيه،
فالسكند جينيريشن بيشتغل على الايروبيك جرام نيجاتيف بكتيريا، ونوع البكتيريا بنحكم عنهم اتيبيكال بكتيريا. هاي المجموعه بتشمل السيبروفلوكساسين، النورفلوكساسين، اند اوفلوكساسين. لما بزيد الجينيريشن هون بزيد الشغل على الاكتيفيتي على الجرام بوزيتيف بكتيريا، فالثيرد جينيريشن بصير له زياده بالاكتيفيتي على الجرام بوزيتيف بكتيريا، وبمثلها دواء اسمه ليفوفلوكساسين ومهم جدا تعرفوه. والفورث جينيريشن بمثل دواء الموكسيفلوكساسين، هذا بيشتغل على الانيروبيك اند جرام بوزيتيف اورجانيزم. فمنشوف بالكونيلون انا كل ما الجينيريشن بتطور فيها، يعني بنتقل من الفيرست جينيريشن تو فورث جينيريشن، بتزيد الاكتيفيتي على الجرام بوزيتيف بكتيريا. بالمقابل لما حكينا عن الادويه اللي بتمنع السيل وول سينثيسيس، كان في عندي مجموعه هذيك اللي بتنقسم للجينيريشن، كلنا زدت بالجينيريشن بزيد الاكتيفيتي على الجرام نيجاتيف بكتيريا. اوكي واضح شباب صبايا اللي هم كانوا سيفالوسبورين، اللي كان اسمهم سيفالوسبورين. بالسيفالوسبورين كنت كل ما بنتقل لجينيريشن لجينيريشن ثانية أنا بزيد عندي الأكتيفيتي على الجرام نيجاتيف بكتيريا مو الجرام بوزيتيف بكتيريا. طيب فإن جنرال بالعادة يعني قاعدة عامة بحكي لنا الكوينيلون، الكوينيلون لهم اسم ثاني لفلورو كوينيلون، يعني سواء بحكي كوينيلون أو فلورو كوينيلون نفس الإشي. Are effective against gram negative organism, atypical organism والجرام بوزيتيف اورجانيزم. الجرام بوزيتيف اذا الناس اللي ماخذ المايكرو بتكون تعرف شو هم الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف، وكمان بتشتغل على المايكو بكتيريا. المايكو بكتيريا في عندي نوع بكتيريا اسمها المايكو بكتيريوم تيبركلوسيس، رح نشرح عنها كمان شوي. فعشان هيك الفلوروكوينون بنحكي عنهم برود سبيكترم، مجال شغلهم وسيع، يعني هم بيشتغلوا مع الجرام نيجاتيف وعلى الاتيبيكال اورجانيزم وعلى الجرام بوزيتيف، وكمان بيشتغل على بعض انواع المايكو بكتيريا. في عندي نوعين الفلوروكوينيلون اللي هم الليفوفلوكساسين والموكسيفلوكساسين، هذول بنحكي عنهم ريسبيراتوري فلوروكوينيلون. طبعا ليش بنحكي عنهم ريسبيراتوري فلوروكوينيلون؟ لانهم بيشتغلوا على نوع من البكتيريا اسمها ستريبتوكوكس نيوموني، هاي اختصارها اسنيوموني. اسنيوموني اختصار لبكتيريا اسمها ستريبتوكوكس نيومونيا، وهاي البكتيريا هي أهم مسبب لنوع من النيومونيا التهابي قوي لنوع كوميونيتي أكويرد نيومونيا. وشرحنا بأول محاضرة شو يعني كوميونيتي أكويرد نيومونيا وشو يعني هوسبيتال أو هيلث كير أسوشياتد إنفكشن بشكل عام. فإذا الليفوفلوكساسين والموكسيفلوكساسين بنحكي عنهم ريسبيراتوري فلوروكوينيلون، لأنهم بيشتغلوا على ستريبتوكوكس نيومونيا اللي هي أهم مسبب للكوميونيتي أكويرد نيومونيا. بالنسبة للموكسيفلوكساسين هذا كمان بيشتغل على بعض أنواع من الأنيروبس، البكتيريا لا هوائية. طب فإذا هاي الفلوروكوينيلون شو الانديكيشن لهم؟ شو دواعي استخدامهم؟ يستخدمين بحالات urinary tract infection اللي هي التهاب المسالك البولية اللي نوعها complicated. urinary tract infection في منها complicated و uncomplicated، وكمان يستخدمين في حالات sexually transmitted disease، ويستخدم في حالات respiratory infection. هاي كثير مهمة، يعني معظم الناس بتصير عندهم نيومونيا التهاب قوي بيستخدموا لهم هاي المجموعة خاصة الليفوفلوكساسين. وكما إذا كان في عندي infection بالجلد أو بالعظم أو بالمفاصل، ويستخدم بقطرات في حالة في عندي eye infection or ear infection. مهم جدا جدا نعرف إنه الفلوروكوينيلون ممنوع تستخدم في حالات pregnancy and lactating women. بحالات الأنتيبيوتيك زي التتراسايكلين الفلوروكوينيلون حكينا في إلهم كونترا إنديكيشن، وجدا مهم تعرفوهم. الليفوفلوكساسين أو الفلوروكوينيلون بشكل عام ممنوع استخدامهم بحالات البريجنانسي أند لاكتيتنج وومن، وممنوع استخدمهم بالأطفال اللي عمرهم أقل من 18 سنة. طبعا ليش؟ لأنه الفلوروكوينيلون بتأثر على الكارتيليج ديفلوبمنت، على نمو الغضاريف باللابوراتوري أنيمال. يعني لما عملوا اختبارات لهذا الدواء على الحيوانات بالمختبر شافوا إنها أثرت على نمو الغضاريف، فبزيد عندي الريسك اوف تندون ربتشر، بزيد التندون اللي هم الاوتار
فبزيد عندي احتمالية الربتشر تمزق الأوتار. فمهم أعرف إن الفلوروكوينيرون ممنوع استخدمها بحالات البريجنانسين لاكتاتيك وومن والأطفال اللي عمرهم أقل من 18 سنة لأنها بتأثر عندي على الكارتيليج ديفلوبمنت. طب شو الأدفيرس إفكت للفلوروكوينيرون أو الكوينيرونز؟ جي آي سيمتوم زي البوميتينج والدياريا والنوزيا، كمان ممكن تعمل هيديك ديزنس أو لايت هيدنس. الناس اللي عندهم أصلا CNS disorder يعني واحد مثلا عنده إبيليبسي الصرع بيعالج بحذر شديد بهاي الأدوية. وكمان لازم أعرف إنه الفلوروكوينيرون ممكن تسبب فوتوسنسيتيفيتي، وهاي كمان جدا مهم تعرفوها. إذا الفلوروكوينيلون سبب عندي فوتوتوكسيسيتي يعني حساسية للضوء، الدواء فورا لازم يتوقف. ومن الأدفيرس إفكت اللي بنشوفها مع الكوينيلون إنه ممكن صار عندي أرتيكولار كارتيليج إيروجين، بنسميها أرثوباثي. أرثوباثي يعني إيروجين زي تآكل بالغضاريف. أوكي، فعشان هيك حكينا ممنوع استخدم هاي الأدوية بالأطفال اللي عمرهم أقل من 18 سنة. هاي شايفين كيف هون في عندي مثلا هذا الوتر، الوتر اللي بورا الرجل هون اسمه أخلس تندون، هي هذا اسمه أخلس تندون. فإذا استخدمت الفلوروكوينيلون عند الأطفال اللي عمرهم أقل 18 سنة ممكن هذا التندون يصير ربتشرد، إنه إيش يتمزع. هاي هون بصير عندي فوتوسنسيتيفيتي، شوفوا كيف وجهه هون كمان نفس الإشي. طب شو هم الانتر أكشن، شو الدرج درج انتر أكشن في حالات الفلوروكوينيلون؟ بحكي لنا اذا عطيت دواء السبروفلوكساسين، السبروفلوكساسين هو نوع من انواع الفلوروكوينيلون. شفنا انه كل الفلوروكوينيلون تقريبا تنتهي بفلوكساسين، وهذا الشيء بسهل عليكم تحفظوه ما عدا الفيرست جينيريشن كان ريديكسيك اسيد. لكن كل الادويه اللي بالسكند جينيريشن والثيرد جينيريشن باسمهم ليفوفلوكساسين، موكسيفلوكساسين، سبروفلوكساسين، فمجموعه الادويه اللي بتنتهي من الفلوروكوينيلون تنتهي بفلوكساسين. فبحكي لنا امتصاص السبروفلوكساسين اذا اخذته مع الانتي اسيد ادويه مضادات الحموضه والحليب ممكن يتاثر امتصاص هذا الدواء. فهذا المنحنى هون بيوضح كيف امتصاص السبروفلوكساسين بيصير فيه في حاله المريض اخذ مي، بحال اخذ حليب او لبن. فمنشوف هذا الخط الاسود بيوضح كيف امتصاص السبروفلوكساسين بحالة المي، وهون عندي البلازما سبروفلوكساسين كونسنتريشن. فإذا المريض أخذ سبروفلوكساسين مع المي بنشوف إنه تركيز السبروفلوكساسين بالدم عالي، يعني امتصاص السبروفلوكساسين كويس. اللون الأزرق بيمثل في حالة أخذت السبروفلوكساسين مع الحليب، بنشوف إنه المنحنى نزل، يعني امتصاص السبروفلوكساسين في حالة أخذ الحليب قل، وكمان في حالة أخذ اللبن كمان امتصاص السبروفلوكساسين صار قليل. كمان إذا أعطيت دواء سبروفلوكساسين أو الأفلوكساسين أو دواء اسمه الأنوكساسين، إحنا بهمنا بهاي الحالة السبروفلوكساسين والأفلوكساسين، إذا أعطيتهم مع أدوية الثيوفيلين، الثيوفيلين حكينا عنه بالريسبيراتوري سيستم، أو مع الورفرين اللي هو حكينا عنه بالأنتيكوأجولانت، أو مع دواء اسمه السايكروسبورين، شو اللي رح يصير؟ إعطاء السبروفلوكساسين والأفلوكساسين مع هاي الأدوية الثيوفيلين والورفرين رح يمنع السبروفلوكساسين والأفلوكساسين، رح يعمل إنهيبيشن للإنزيم هذا بالكبد اللي هو سايتوكروم بي 450. هذا الإنزيم أصلاً بيعمل ميتابوليزم لهاي الأدوية. يعني أنا لما المريض بأخذ بالوضع الطبيعي الثيوفيلين والورفرين، في إنزيم بالكبد اللي هو سيتوكروم بي 450 بيعمله الميتابوليزم وبيحوله للميتابولايت. إذا بعطي الثيوفيلين والورفرين مع السبروفلوكساسين والأفلوكساسين، السبروفلوكساسين والأفلوكساسين رح يعمل إنهيبيشن، رح يفطن هذا الإنزيم البي 450. لما بفطنه هذا الإنزيم ما رح يشتغل على الثيوفيلين والورفرين، فتركيز الثيوفيلين والورفرين رح يزيد بالجسم ورح يصير في عندي أدفيرس إفكت خطيرة من هاي الأدوية. ثاني دواء هيك بنكون خلصنا الفلوروكوينيلون. ثاني دواء بيشتغل على انه بيمنع
النيوكليك اسيد سينثيسيس، الدواء اللي هو المترو نيدازول او نحكي عنه اللي احنا بنعرفه بالفلاجيل. المترو نيدازول انترفير وذ مايكروبيال دي ان اي سينثيسيس، يعني زي ما حكينا بتدخل بعمليه تصنيع الدي ان اي، وبينعطى على شكل اورال وعلى شكل انجكشن. مين للمترونيدازول؟ يستخدم في حالات الانيروبيك اورجانيزم، يعني يستخدم في حالات البكتيريا اللا هوائية، وهي جدا مهم تعرفوها بأنه بيشتغل على الانيروبيك اورجانيزم. فهو يستخدم المترونيدازول في علاج الانترا ابدومينال انجينيكولوجيكال انفكشن، وكمان يستخدم في حالات البروتوزوا الانفكشن. البروتوزوا هي الكائنات الاوليه، وراح نشوفها لما نحكي عن البروتوزوا الانفكشن. فانه احنا منطقه الابدومن اكثر انواع البكتيريا هي انيروبيك لا هوائيه، ففي حاله في عندي انترا ابدومينال او جاينيكولوجيكال انفكشن بستخدم المترونيدازول، وراح نشوف انه كمان زي ما حكيت لكم نستخدمه بالبروتوزوا الانفكشن. المترونيدازول نتركومندد انه ينعطى خلال اول 3 أشهر من الحمل. فإذا it is not recommended for use during the first trimester of pregnancy. هاي المترونيدازول، هاي هون على شكل تابلت وهون على شكل انجكشن. هلا في بعض الانتيبيوتيك بحكي عنهم مثل لينس انتيبيوتيك، يعني انتيبيوتيك متفرقة متنوعة ما بتنتمي لأي عائلة من اللي حكينا عنهم قبل شوي. في عندي دواء اسمه النايترو فيورانتوين، هذا كيف بيشتغل؟ هذا بدمج بكتيريا الدي ان اي، يعني بيحطم البكتيريا الدي ان اي فقط، بينعطى اورالي. وميلي يستخدم فور يو تي اي، يعني يو تي اي هي اختصار ليورينري تراكت انفكشن، لكنه يستخدم في حذر اذا كان في عندي مشاكل بالرينال فانكشن، لانه ممكن بهاي الحاله التركيز الدواء يزيد بالبول. طب النيتروفيرانتوين هاي شو الادفيرس افكت له؟ بحكي انه هو بالعاده ويل توليريتد، يعني المريض بتحمله، خاصه اذا كان المريض ويل هايدريتد، يعني المريض بيشرب مي بشكل كافي. ممكن بشكل نادر جدا يسبب فاتل هيباتوتوكسيسيتي، ممكن يسبب سميه بالكبد قاتله لكن بشكل نادر، وممكن يسبب هيمولايتيك انيميا، يعني فقر دم، لكن بسبب تكسر كريات الدم الحمراء عند المرضى اللي عندهم G6PD deficiency. معظمكم أخذ البيوكيم ولا كيف؟ شباب وصبايا بحكي معكم، أخذت بيوكيم ولا لا؟ دكتور الأغلب أخذها، يعني الأغلب أخذها. فإذا بتتذكروا البيوكيم حكينا كان في عندي مرض اسمه G6PD deficiency، اللي هو نقص إنزيم موجود بالجسم مسؤول عن إنتاج مركب اسمه الـ NADPH. فالمرضى اللي بيكون عندهم نقص بهذا الإنزيم إذا تعرضوا لدواء النيتروفيرانتوين ممكن يصير عندهم هيمولايتيك أنيميا، لأنه أصلا هذول المرضى بيكون في عندهم أنيميا أو هيمولايتيك أنيميا. فإذا هذول المرضى تعرضوا لهذا الدواء بتعرضوا للهيمولايتيك أنيميا بشكل أكبر. هاي بالنسبة للأدوية اللي بتعمل inhibition للـ DNA. آخر مجموعة من الـ antibiotic رح نحكي عنهم، بنحكي عنهم antitubercular drug. بس عن إذنكم شوي وهيني راجعة. عندك معك يا دكتور. طيب بعتذر بينكم. آخر مجموعة رح نحكي عنهم بالنسبة للأنتي أو الأدوية اللي تشتغل على البكتيريا اللي هم الأنتي تيبركولر إدرك.
في عندي مرض اسمه التوبركيولوسيس، اوكي. هلا وفي عندي نوع بكتيريا اسمها المايكوبكتيريوم التوبركيولوسيس. هاي البكتيريا المايكوبكتيريوم التوبركيولوسيس بتسبب بالرئتين مرض اللي هو بنحكي عنه السيلولر قوي اللي هو التوبركيولوسيس. هذا المرض عادة بينتشر عن طريق التنفس. فبنشوف مثلا هذا الشخص المصاب لما بتنفس او بيعطس بحكي دروبليت فروم اكف اور سنيز باي ان انفكتد بيرسون، يعني بيطلع عندي رذاذ من فم الشخص خلال الكح مثلا او طلع من انفه، تطلع هاي البكتيريا. اذا كان في شخص ثاني يتنفس هذا الهواء تنتقل له البكتيريا. فالتوبركيولوسيس او بيختصروها تي بي، it is a disease that caused by a mycobacterium tuberculosis اللي بنختصرها ب MTB which affected the respiratory system. فالتوبركيولوسيس هو سل الرئوي، هو مرض بيصيب الريسبيراتوري سيستم بتسببه بكتيريا اسمها المايكوبكتيريوم تيوبركولوسيس. وهذا المرض يعتبر فاتل ديزيز، مرض قاتل. طريقة انتشاره الأساسية إنه الدروبلت الرذاذ من الكحة أو السنيزنج من الشخص المصاب إذا تنفسه شخص ثاني رح يفوت على الرئتين، وبعدين هاي البكتيريا عن طريق الدم أو الليمفاتيك سيستم ممكن ينتقل هاي البكتيريا من الرئتين لأماكن ثانية جوا الجسم. هلا المايكوبكتيريوم تيوبركولوسيس البكتيريا اللي بتسبب السل الرئوي تعتبر very slow growing organism، يعني نوع بكتيريا بطيء جدا بالنمو. لأنه نموها بطيء بيكون علاجها كثير صعب، وعادة علاجها بيكون كثير طويل بيمتد من 6 أشهر، وفي ناس بيضل علاجهم لمدة 2 سنين. في بعض الحالات من التي بي استخدام دواء واحد ما بيكون كافي، وعادة أصلا من الآن إذا مثلا مريض شخصوه بالتي بي أو السل بيستخدموا له أكثر من دواء مع بعض. معظم الأدوية اللي بيستخدموها الآن لعلاج التي بي هي أدوية بتمنع الجروث، تمنع نمو المايكوبكتيريوم التوبركيولوسيس. فشو من الأدوية اللي بيستخدموها لعلاج التوبركيولوسيس؟ الأدوية اللي بيستخدموها لعلاج السل بتنقسم لفيرست لاين دراج وسكند لاين دراج. فيرست لاين دراج يعني الأدوية اللي بتكون الخيار الأول في علاج التوبركيولوسيس أو السل الرئوي. هن 4 أدوية واللي رح نشرحهم بالتفصيل، اللي هم الإثامبيتول، آيزونيازايد، البايرايزينامايد والريفامايسين. السكند لاين دراج معظمهم شرحناهم، زي الأمينوغلايكوسايد، زي الإثيونامايد، زي عندي الفلوروكوينيلونز والمايكروكلايد. فإذا بنشرح أول إشي عن الفيرست لاين دراج. أول دواء اللي هو الايزونيازايد أو بنختصره بالآي إن إتش، وهو برايمر دراج يوز. يعني إحنا حكينا الفيرست لاين دراج الخيارات الأولى لعلاج التوبركيولوسيس 4، لكن الايزونيازايد هو يعتبر the primary drug used، يعني the drug of choice، الخيار الأول في علاج التوبركيولوسيس هو الايزونيازايد. وحكينا شو المجموعة الثانية من الأدوية اللي بتشملها الفيرست لاين دراج. السكند لاين دراج حكينا زي هذول، زي الامينوغلايكوسايد مثل الاميكاسين، الليفوفلوكسيسين، الاوفلوكسيسين والإثيوناميد. السكند لاين دراج اللي يستخدم في علاج التوبركيولوسيس عاده هم ليس افكتيف، فعاليتهم اقل، مور توكسيس، اكثر سميه، ودراسات عليهم في علاج التوبركيولوسيس بكون اقل من الفيرست لاين دراج. فبما انهم ليس افكتيف ومور توكسيك، متى بستخدمهم في حالات السل الرئوي؟ بستخدمهم في حال كان المريض عندي ما بيقدر يتحمل الفيرست لاين دراج، يعني مثلا ما بيقدر يتحمل الاعراض الجانبيه للادويه اللي هن الفيرست لاين دراج، او عند المرضى اللي صابهم مايكوبكتيريوم تيوبركيولوسيس لكن نوع البكتيريا كان ريزيستنت، كان مقاوم. هذول هم الحالتين اللي بنستخدم فيهم السكند لاين دراج. اول حاله اذا كان المريض
كانت توليريتد فيرست تايم دراج ما بيقدر يتحمل المجموعه الاولى من الادويه، او المرضى او المرضى اللي انصابهم بكتيريا لكن كان نوع ريزيستنس اللي هي مقاومه للفيرست تايم دراج. طب لما انا بعالج مريض السن شو بستنى من هذا العلاج؟ اول شيء انه يصير في عندي ريدكشن اوف كف، لانه هي السيمتومز الاساسيه لمرضى السن اللي هو التهاب الرئوي، انه بكونوا بيعانوا من كف. وثاني شيء بستنى من العلاج انه يصير عندي ريدكشن اوف ذا انفكتشنس اوف ذا بيشنت، يعني يقل الانفكشن عند هذا المريض، وعاده بتصير خلال اسبوعين من العلاج. يعني يقل الانفكشن عند المريض ويقل احتماليه انه يضل معدي بسبب التوبركلوسيس. طيب هلا التي بي اللي هو السل الرئوي بينقسم لنوعين، ليتنت تي بي واكتف تي بي. اوكي الليتنت تي بي يعني هذول المرضى بيكون في عندهم تي بي لكن ما عليهم اعراض. الاكتيف تي بي هذول بيكون في عندهم تي بي واكتيف نشط، يعني بيكون في عندهم اعراض، بيكونوا بيعانوا من كحه ومن سنيزنج وتعبانين. الليتنت تي بي عاده بتعالج لمده 9 شهور وبيتعالج وذ الاي ان اتش. الاي ان اتش حكينا اختصار للايزونيازايد لحاله، او ممكن يتعالج مع بالاي ان اتش مع الريفم بنتين جرعه واحدة أسبوعية. في حالة الأكتيف تي بي هنا أنا بالعلاج يستمر أقل إشي لمدة 6 شهور. في حالة كان عندي نوع البكتيريا سكسستبل، سكسستبل يعني بكتيريا تتجاوب للأنتيبيوتيك ومش مقاومة، لكن إذا كان نوع البكتيريا اللي مصاب فيها المريض من نوع المالتي دراج ريزيستنس، البكتيريا بحكي عنها مالتي دراج ريزيستنس لما بتكون مقاومة لثلاث أنواع من الأنتيبيوتيك أو أكثر، وهي جدا مهم تعرفوها. لما بحكي مالتي دراج ريزيستنس بكتيريا، مالتي يعني متعدد، ريزيستنس يعني مقاوم، فلما بحكي عن البكتيريا إنها مالتي دراج ريزيستنس يعني هاي البكتيريا مقاومة لثلاث أنواع من الأنتيبيوتيك وأكثر. فإذا المريض كان مصاب بنوع من المايكوبكتيريوم لكنها من النوع المالتي دراج ريزيستنس، بهاي الحالة العلاج ممكن يستمر لمدة 2 سنين، وعادة بيتم علاجها بالسيفيرال دراج، بيتم علاجها بأكثر من دواء. فأول دواء يستخدم لعلاج التي بي اللي هو الايزونيازايد أو الاي ان اتش. كيف بيشتغل هذا؟ بيشتغل انه هو سيل وول سينثيسيس انهيبيتور، مثبط للسيل وول سينثيسيس. بالنسبه للفارماكوكاينتيك، امتصاص الايزونيزايد بيقل اذا اخذناه مع الاكل، خاصه اذا كان الاكل غني بالدهون. وبصير لهذا الدواء ميتابوليزم بالكبد وبتحول لان اكتيف برودكت وبيطلع من خلال الكدني. ولازم نتذكر ان الايزونيزايد هو ذا دراج اوف تشويس فور تي بي، يعني هو خيار الاول لعلاج التي بي، ويا اما بيستخدم لحاله او مع ادويه ثانيه. ممنوع اعطي الايزونيزايد بحاله الليفر ديزيز، والسايد افكت للايزونيزايد بيشمل البريفيرال نيوروباثي. ايش يعني نيوروباثي؟ مشاكل عصبيه. بالضبط، بصير عندي زي مشاكل بالاعصاب، يعني بصير عندهم نمبنس مثلا، خدر بالاطراف، ممكن مثلا ينجرحوا ما يحسوا على حالهم. ايش اسمك انت؟ انا سنابل. سنابل بالضبط. كمان من السايد افكت ممكن يصير عنده هيبات توكسيسيتي، وعشان هيك قبل ما نعطي الايزونيزايد لازم نعمل تشيك للليفر فانكشن تيست. وممكن مريض يصير عنده كونفولجن، خاصة عند البيشنت اللي أصلا عندهم قابلية يصير في عندهم نوبات. وممكن في مرضى يصير في عندهم هايبر سنسيتيفيتي للأيزونيزايد، فممكن يصير عندهم راش أند فيفر. هلأ من السايد افكت اللي قبل شوي مهمة كمان تعرفوها بتصير مع الأيزونيزايد، اللي هي البريفيرال نيورايتس.
زي ما حكينا ممكن شخص في عنده نيوروباثي بهاي الحالة المريض بصير يحس بنمبنس of the hand and feet وبصير unable to stand حتى يبطل يقدر يوقف. مين اللي بيصير هذا السايد إفكت عند المرضى اللي بياخذوا الأيزونيزايد؟ إذا كان في عندهم فيتامين بي 6 ديفيشنسي. فيتامين بي 6 له اسم ثاني اللي هو البايرودوكسين. اوكي، فاذا كان في مريض عنده البايرودوكسين او فيتامين بي 6 ديفيشنسي بيصير عنده بريفيرال نيورايتس. عشان هيك عشان اتجنب انه هذا عرض جانبي يصير عند هذول المرضى خلال اعطائهم الايزونيزايد بنفس الوقت بعطيهم سبليمنت من البايرودوكسين تقريبا بين 25 ل 50 ملي جرام. فاذا شو الدواء اللي بعطي معاه البايرودوكسين او الفيتامين بي 6 اللي هو الايزونيزايد؟ ليه؟ عشان امنع انه يصير عندي بريفيرال نيورايتس. ثاني مجموعه اللي هم الريفامايسين، بيشمل الريفامبين، الريفابيوتين والريفابنتين. هذول كمان بيمنع تصنيع البروتين وول. يعتبر الريفامبين برودر انتي مايكروبيال اكتيف ديان ايزونيزايد، يعني يشتغل على البكتيريا بشكل اوسع من الايزونيزايد. لكن لانه حاليا قاعد بيصير في عندي ريزيستنس من البكتيريا، يعني حاليا صار في بتطور البكتيريا سلاسلات مقاومه للريفامبين، بطلوا يستخدموه كسنجل ايجنت، بطلوا يستخدموه كدواء لحاله. طيب بالنسبه للفارماكوكاينتيك، امتصاص هذول المجموعه الريفامايسين بكون كويس بعد الاورال ادمنستريشن، لكن هاي المجموعه بيصير لها اوتو اندكشن. وشرحنا شو يعني اوتو اندكشن لما شرحنا عن ادويه السنترال نيرفس سيستم. فالاوتو اندكشن شو بصير؟ بيؤدي انه الهاف لايف تبعت الدواء بتقل خلال اول اسبوع لاسبوعين من اعطاء الدواء. الريفامايسين بيصير له اليمينيشن، بيطلع من البايل وكمان بالفيسز، وكميه قليله فقط بتطلع من خلال اليورين. هاي الدواء بيصير له ديستريبيوشن لكل البدي فلويد اند اورجان، يعني بتوزع لكل سوائل الجسم والاعضاء. والتركيز اللي بحصله من الريفامايسين بالسيريبروسباينال فلويد بيكون فاريبل، يعني ايش فاريبل؟ متغير. عاده بيكون بين 10 ل 20% من البلد كونسنتريشن، يعني كميه الدواء او كميه الدواء من الريفامايسين اللي بتوصل للسيريبروسباينال فلويد اللي هو السائل اللي موجود بالنخاع الشوكي والدماغ، نسبته بتكون من 10 ل 20% من الريفامايسين اللي وين موجود بالدم. وهذا الدواء ممكن يصير له ريسايكلينج، يعني يرجع يدخل على الكبد مره ثانيه. من اهم السايد افكت اللي بتصير مع هذا الدواء اللي هن الجي اي سايد افكت، وممكن يصير في عندي راش، وكمان ممكن يصير عند المريض هيباتايتس اللي هو التهاب الكبد، وممكن يصير في عندي وفاه نتيجه الليفر فيلر، لكن هذا السايد افكت نادر. لما بعطي الريفامبين بشكل انترميتنتلي، شو يعني انترميتنتلي؟ غير سنابل. والله يا شباب صلاة يعني بتناقشوني على على التقييم وعلى علامات. بشكل متقطع يعني بيكون عفترة يعني. صح، بشكل متقطع. مين اللي جاوبني؟ أفنان. هم نفسهم يعني. لما بعطي الريفامبين بشكل انترميتنتلي بشكل متقطع، خاصة بالجرعات اللي هي 1.5 جرام أو أكثر، المريض ممكن يبين على فلو لايك سيندروم، يعني زي كأنه بيصير بيطلع عليه أعراض كأنه انفلوز او عنده انفلونزا. فمثلا بصير عنده فيفر، تشيل، ميلاجيا، ممكن يصير في عنده اكيوت رينال فيلر، هيمولايتيك انيميا اند شوك.
من أهم السايد إفكت اللي لازم تعرفوها بتصير مع الريفامايسين إنه بصير في عندي ديسكلاريشن للبادي فلويد، يعني سوائل الجسم بتغير لونها، مثلا زي اليورين الفيسز، حتى ممكن الدموع يصير لونها أورنج تو ريد كلر. فعشان هيك لازم أنبه المريض، يعني ممكن يخاف إنه مثلا يشوف اليورين لونه ريد أو أورنج ريد كلر، فلازم أنبه المريض إنه هذا الدواء ممكن يغير عندك اللون سوائل الجسم. بحكي لك حتى المريض مثلا إذا كان بيستخدم عدسات للعين، ممكن العدسات إنه يتغير لونها للأورنج ريد. ثالث دواء من الفيرست لاين دراج اللي يستخدم لعلاج التي بي اللي هو البايرايزينامايد، هذا بينعطى اورالي دراج وبينعطى فقط لفتره قصيره فور شورت كورس، وعاده بينعطى ان كومبينيشن مع الايزونايزايد والريفامبين والايثامبريتول. لما بحكي لكم انهم بيعطوا ادويه مع بعض لعلاج التي بي، يعني في ناس بيمشوهم مع هذول الاربع الادويه كلهم مع بعض، يعني بيمشوهم على الايزونايزايد والبايرايزينامايد والريفامبين والايثامبريتول. اوكي، من البايرايزينامايد ممكن نشوفه فقط لشهرين ويكملوا باقي البايرايزينامايد والايثامبريتول يمشوا المريض فقط لشهرين، ويكملوا الايزونايزايد والريفامبين مثلا لست شهور. فعاده احنا العلاج التيبي في اكثر من ريجيمن، في اكثر من طريقه. اوكي، احد الطرق واللي هي بابولر بيستخدموها انهم بيستخدموا هذول الاربع ادويه كلهم مع بعض اللي هم الايزونايزايد والريفامبين والايثامبريتول مع البايرايزينامايد. البايرايزينامايد بيسوي ديستريبيوشن لكل الجسم، حتى بيخترق السيريبروسباينال فلويد، اسفه. ومعظم الفائده من العلاج بالبايرايزينامايد بحصله بالمراحل الاولى من العلاج. عشان هيك مثلا اذا كنت بدي امشي المريض على هذول الادويه لمده 6 شهور، فقط بمشي على البايرايزينامايد لمده شهرين، لانه انا خلص بحصل على النتيجه اللي بدي اياها بالمراحل الاولى من العلاج. ممكن البايرايزينامايد يسبب ليفر توكسيسيتي، وممكن يصير في عندي يوريك اسيد ريتينشن، يعني اليوريك اسيد ما يطلع عن طريق اليورين ويصير الجسم يحتفظ باليوريك اسيد، لكن هذا بشكل نادر ممكن يسبب جاوتي اتاك. جاوتي اتاك اللي هو مرض النقرس، رح نشرحه بالضبط، رح نشرحه ان شاء الله باخر محاضره. الجاوت او مرض النقرس بينتج نتيجه تراكم اليوريك اسيد بالمفاصل. فبيحكينا على الرغم من انه هذا الدواء البايرايزينامايد ممكن يعمل يوريك اسيد ريتينشن، لكنه نادرا ما يسبب جاوتي اتاك. اخر دواء من الفيرست لاين دراج اللي هو الايثامبريتول، الميكانيزم اوف اكشن انه بيمنع تصنيع المايكوبكتيريال سيل وول. هو بكتيريوستاتيك وبيشتغل على بعض انواع المايكوبكتيريا. هو well distributed، لكنه وصوله للcentral nervous system بيكون قليل، يعني صحيح بتوزع على كل الجسم بشكل كويس، لكنه وصوله للcentral nervous system بيكون قليل، وبصير الأكسكريشن من خلال اليورين. الأدفيرس إفكت، هذا الدواء الإيثامبريتول ممكن يسبب اوبتيك نيورايتس. اوبتيك نيورايتس، الاوبتيك يعني بصري، نيورايتس يعني بصير عندي التهاب بالعصب اللي بالعين. فلما بصير عندي هاي الاوبتيك نيورايتس، المريض بتقل عنده الفيجوال اكيوتي. الفيجوال اكيوتي لما شرحناها بمختبر الفسيولوجي هي حده البصر، قدره المريض على الرؤيه. ممكن المريض تقل عنده الفيجوال اكيوتي وتقل قدرته على انه يميز بين اللون الاحمر والاخضر. الخطر لما المريض بياخذ الايثامبريتول، يعني مقدار تعرضه او احتماليه انه يصير عنده اوبتيك نيورايتس بتزيد اذا اخذ جرعات عاليه من الدواء او اذا المريض كان عنده رينال امبيرمنت. عشان هيك في حال اعطاء المريض الايثامبريتول قبل ما اعطيه لازم اعمل تيست، اعمل تجربه للفيجوال اكيوتي والكلر ديسكريمينتيشن. عند الكلر ديسكريمينتيشن انه قديش بده يميز بين الالوان، وخلال اعطائه للدواء كمان لازم اظن اعمل له تست حده البصر ولا تمييز بين الالوان.
بالنسبة للنيرفين إمبليكيشن بحالة التيبي لازم أعمل دائما اللي هو بنسميها الدراج ستابيليتي تيست، هي قديش البكتيريا بتستجيب لأنواع الأنتي بيتك. يعني أنا مثلا إجاني مرض على المستشفى، الدكتور شك إنه عنده تيبي، قبل ما أبدأ أعطي الدواء بأخذ منه عينة وبشوف البكتيريا هاي اللي أنا أخذتها كيف تستجيب للمضادات الحيوية، لأنها ممكن تكون تستجيب لأنواع وما تستجيب لأنواع. طب لحد ما تطلع التست، أنا ما بنفع أترك المريض بدون علاج، فبعطيه مالتيبل أنتيتوبركيولر دراج. يعني وأنا بستنى النتيجة أنها تطلع بمشي مثلا على الايزنيزايد، على الإيثامفيتول، على الريفامبين. بس تطلع النتيجة إذا كانت البكتيريا مقاومة لواحد من هاي الأدوية خلاص بوقف استخدامه، ممكن استخدم دواء ثاني مكانه. طبعا مرضى السل لما بيجوا على المستشفى بيعملوا لهم ايزوليشن، بيعملوا لهم عزل، لأنه احنا قبل شوي حكينا انه هذا المرض كيف بينتشر عن طريق الكف والسنيزنج، يعني بالهواء، فما بينفع حدا يفوت عنده. حتى لما بفوت عنده الدكاترة والممرضين بيكونوا لابسين ماسكات وبيكونوا حامين حالهم. قبل شوي حكينا هذا المرض ممكن يكون فاتل ديزيز، طبعا هو بكون بفترة معينة بنسميه النشط. أنا مثلا قبل شوي حكينا ممكن علاجه يضل سنتين، هل بنفع أظني على زيت وعد بالمستشفى سنتين؟ لا، أول فترة من المرض بكون المريض نشط وممكن يكون معدي أوكي، لكن بعدين بنطلع المريض من المستشفى أو بنطلع من العزل بعدين بطلع من المستشفى، لكن لازم أراقب قديش المريض ملتزم بالدواء، لأنه شفنا أنه فترة العلاج طويلة فممكن المريض يزهق، فأنا لازم أظني أراقب المريض قديش ملتزم عندي بالعلاج. طيب فعالية العلاج عشوف تعتمد، تعتمد على التايب اوف انفكشن، على اذا انا استخدم الجرعة الصح، على السفجنت ديوريشن اوف تريتمنت، فترة العلاج هل هي كافية او لا، قديش عند المريض ملتزم بالدراج ريجيمنت، ادهيرنس للدراج ريجيمنت، وهل انا اخترت الكومبينيشن الصح تبع الادوية او لا. طب شو المشاكل اللي بتواجهني بعلاج التي بي؟ اول شيء اللي هو الدراج ريزيستنس اورجانيزم، لانه في عندي اورجانيزم بتكون مقاومه للادويه. الدراج توكسيسيتي، يعني قبل شوي شفنا انه كل دواء فيه له توكسيسيتي او له ادفيرس افكت فعليا لها وزنها يعني، وممكن تاثر على العلاج. والبيشنت نون ادهيرنس، يعني نفس المريض ما يكون التزم بالدواء. هيك بنكون خلصنا الادويه اللي بتشتغل على البكتيريا. هلا بالنسبه للتي بي مهم جدا تهتموا بالسايد افكت، يعني مهم تعرفوا كل دواء شو السايد افكت اللي سببه اوكي. بضل عندنا الاحد ان شاء الله اللي بعد العيد رح نحكي عن الانتي فنجل، الادويه اللي بتشتغل على الفطريات، والانتي سلمنتك، والانتي باراسايت دراج، واخر محاضره بتضل عن الانتي انفلاماتوري دراج. دكتوره نعم، في مجال يا ريت جد انه بكره يعني تنزل علامات تكوني زي ديتنا وشيء، يعني يا ريت انت بتصحوا اخر المحاضره من اول المحاضره وانا اسال ولا حدا بتجاوب معي. مين؟ انا صاحي من اول محاضره، انا اللي كنت احكي، انا مالك. انت كنت تحكي باول المحاضره بتناقشني بالعلامات خلال الشرح. ما سمعتش صوتك خلال الشرح، ما انا كنت ابي ناس. طيب المهم هلا ان شاء الله بحاول قدر الامكان انه اكون نزلت لكم التجميع اوكي. وبس ان شاء الله نشوفكم على خير بعد العيد. علامات طيب، بدنا علامات عاليه دكتور امانه. ان شاء الله تمام ان شاء الله يا رب. ويمكن صحيح يمكن ما احضر لا بالفسيو اليوم، يمكن ما اقدرش. طب هذا شو برجع لك؟ شو مو عشان ما تسجلين غياب؟ تعال شو اسجلك حضور؟ ما انت مش يعني ما انت مش حضور بعذر سجلي اكيد يعني لا حاضر وغايب بنفس الوقت. الطالب اللي ما بيكون موجود بنحط غياب. طب خلص بكون موجود وبسكر المايك. ايه ما اللي بتشوفه مناسب. طيب
في حدا عنده أي سؤال على المادة؟ أي استفسار؟ بالنسبة لمادة لا يا دكتورة كل عام أنت بخير وأنت بخير إن شاء الله، وإن شاء الله تكون إجازة عيد جميلة وسعيدة، وأكيد رح تكون فيها دراسة أتوقع يعني. دكتورة ما عليك ما عليك. المهم مادة الفارما كثير كبيرة أنا بحكي لكم يعني، فما تحاولوا أنكم تأجلوها كلها لقبل الامتحان، بعدين أنتم ما بتعرفوا جدول الفاينل كيف بيجي، وما حدا يناقش بجدول الفاينل لأنه إحنا ما لنا علاقة بجدول الفاينل، يعني زينا زيكم نتخبر فيه أوكي؟ يعني بوصلني زي زيكم، فكونوا مستعدين لأي ظرف، يعني ممكن يكون قبلها عندكم امتحان بعدها امتحان بجد نفس اليوم امتحان، فالمادة ما بنفع تأجلوها كلها لقبل الامتحان حتى تدرسوها، حاولوا قدر الإمكان أنكم تنجزوا فيها ماشي؟ وبس، والله يفتح عليكم وكل عام وانتم بخير، وإن شاء الله بتكون إجازة سعيدة وعيد سعيد عليكم وعلى أهليكم. حدا عنده أي سؤال؟ لا دكتور يعطيك العافية. الله يعافيكم يا ربي.